هذا الاحتشاد وهذا الاعتصام الذي كان بالأمس عبارة عن مظاهرات، هذه المظاهرات أو هذا التجمع الكبير الذي أحدث حقيقة توازن تماما في الشارع السياسي السوداني، مش توازن حقيقة إلى حد كبير جدا جرد هذه المجموعة اللي هي مجموعة الأربعة، والذين كانوا إلى حد كبير جدا يستخدمون الشارع للضغط على العساكر لتحقيق أهداف خاصة بعيدة عن الأهداف الشعب السوداني وعن أهداف التي قامت من أجلها الثورة في أبريل من 2019. حقيقة هذا الاحتشاد وهذا التجمع بهذه العددية وبهذه الكثافة، واللي كان إلى حد كبير جدا رسالة موجهة للداخل والخارج بصورة معا. بالنسبة للخارج إلى حد كبير جدا كانت مجموعة الناشطين السياسيين الموجودين في الداخل وبما يتميزونه من كذب ولا يرغبون في ذلك إلا ولازمة، ويتحدثون الكذب كما يتنفسون. وهؤلاء القوم الذين في الخارج طبعا إلى حد كبير جدا الكذب يمكن في مجتمعاتهم ما غير موجودة، وما بتخيل أنه في زول ممكن يكذب عليهم. فطيلة هذه الفجر الفتوى كانوا حقيقة في كأنهم مسحورين أو كأنه حل بهم السحر ولم يتبينوا الأوضاع بصورة واضحة في داخل السودان. ده بالنسبة للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي. نعم. فكان هذه المسيرة التي خرجت من الشعب السوداني رسلت رسالة واضحة جدا للعالم ووضحت لهم الصورة الموجودة وكشفت لهم العجز الذي كان يعني يتميز بهذه المجموعة التي كانت تحكم السودان، وتثبت تماما فشل الادعاءات التي كانوا يعني يدعونها للخارج، والذي كان لا يدري إلى حد كبير جدا كيف تسير الأوضاع في داخل السودان.